أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رواد النجاح. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف شخصية مميزة داخل دولة الإمارات، واليوم إحنا داخل مطعم طرح البحر للمأكولات البحرية، ومعانا السيد شادي غزي مؤسس ومدير المطعم. أهلا بك سيد. يا مرحبا فندم، شرفتونا ونورتونا. الشرف لينا فندم، يعطيك العافية. سيد شادي، ممكن تخبرنا وتخبر السادة المشاهدين كيف كانت انطلاقتك العملية داخل دولة الإمارات؟ والله يا فندم، بسم الله الرحمن الرحيم، احنا جينا لدولة الامارات العربية المتحدة من سنة 2007 تقريبا. جينا الامارات، ابتدأنا بدايات يعني كانت كشغل وظيفي موظفين، بعد كده اتجهنا للعمل الحر. وزي ما حضرتك عارفين والسادة المشاهدين عارفين ان دولة الامارات العربية هي بيئة خصبة جدا لأي حد يعني عاوز يعمل حاجة او يبدأ مشروع، بيئة خصبة جدا للنجاح. فابتدينا كعمل حر، بدأنا اشتغلنا، أول ما اشتغلنا في عدة مجالات، اشتغلنا في مجال الانتير ديزاين، اشتغلنا بعد كده توسعنا شوية في مجال المقاولات، ودخلنا في مجال التجارة. وكان عندي موضوع ان انا، لان انا كدمياطي او من مدينة دمياط، هي مدينة تشتهر بالصيد والأسماك، فكان عندي هواية وحب إن أنا يعني أشتغل في مجال الأسماك يعني. فكانت الفكرة إن إحنا نبدأ المطعم زي ما حضرتك شايف كده. بدأنا كتجربة، والحمد لله رب العالمين، يعني في أقل من شهر لقت رواج كبير، ولقت يعني ناس كتير جدا عملوا ريفيوهات للمكان، والحمد لله يعني عكس المتوقع. انا كنت متوقع خلال 3 شهور مثلا او 4 شهور يبدا الشغل، ولكن في شهر الحمد لله الامور طيبه جدا وانطلقنا يعني زي ما حضرتك شايف. وخصوصا ان احنا في دوله الامارات، الشعب ذواق للسمك، بيحبوا السمك، فيعني ان شاء الله ربنا يوفقكم، مشروع كتير طيب واكلات كتير شهيه. فاحنا عشان كده عايزين برضه نخبر الساده المشاهدين اكتر عن الخدمات اللي انتم بتقدموها داخل مطعم طرح البحر. والله احنا بنقدم يعني عدة خدمات، بنقدم زي ما حضرتك شايف، بنقدم الصواني اللي هي بتاع العزومات والولائم والمناسبات، بنعمل صواني بأشكال مختلفة، بيكون عليها يعني صواني معينة مثلا 5 أشخاص 10 أشخاص 100 شخص ممكن. وخلال الشهر ده عملنا يعني كمية صواني وكنا متميزين فيها الحمد لله، ولقت قبول كبير عند الناس. وبنعمل اكلات، احنا يعني بركز انا على عده عوامل بحيث ان هي تكون سبب لنجاح المكان. اول حاجه ان انا اركز على السمك، ان هو يكون سمك جوده عاليه، سمك طازج بيجي يوميا فريش، ودي طبعا اهم حاجه بحيث ان اللي بياكل بيحس بالتست والطعم فدي اول حاجه. تاني حاجه ان طريقه الاعداد نفسها، بركز على جودة المنتجات، زي مثلا البهارات اللي بنستخدمها، الرز اللي بنستخدمه لازم يكون جيد جدا، في ان احنا بيطلع التست عالي جدا، متميز جدا، يختلف عن الاماكن الاخرى يعني. ثالث حاجة ان احنا رضا العميل، بنتابع العميل دايما بعد ما اخذ الاوردر او اخذ الحاجة، طب ايه الملاحظات؟ فالملاحظة دي بالنسبة لي بتبقى ريفرنس ان انا اطور من نفسنا، نحاول نشوف ايه اللي ما عجبش العميل نظبطه، وهكذا يعني الامور تمشي على هذا المنوال. كمطعم طرح البحر واخدين سمعة كتير طيبة داخل
عمارة الشقة، فعشان كده ده الحمد لله يا فندم. أكتر العملاء بتبقى رغبة في منتجاتكم وأسماككم. حضرتك طرقت النقطة مهمة جدا، إن أنتوا أغلب الأسماك عندكم فريش، هل كلها بتبقى حاجات محلية ولا في حاجات بتجيبوها من خارج الدولة؟ لا طبعا، في المنتجات المحلية، في منتجات بتيجي من خارج الدولة زي البوري البلطي اللي هو المصري ده بيجي يوميا شحن. في المنتجات السوبريم والسيفاس دي بتيجي برضو شحن من خارج الدولة، إضافة إلى طبعا المنتجات المحلية، الروبيان، الهامور، الكنعد، المنتجات اللي هي المحلية اللي كل الناس تعرفها دي بتيجي من فريش يوميا من داخل الدولة. طيب سيد شادي، انتوا كمطعم ما شاء الله كتير مميز وقاعدين زي ما انا خبرتك قبل سمعة طيبة داخل إمارة الشرق، ايه اللي بيميزكوا عن باقي المطاعم المنافسة ليكوا في نفس المجال؟ والله هو حضرتك زي ما قلت لحضرتك احنا مش من كتير اصلا فاتحين، واظن خلال الشهر ده احنا عملنا الجو الحركة اللي اتعملت في الشارقة او في دبي، ده زي ما قلت لحضرتك بسبب ان احنا بنهتم بالتفاصيل، تفاصيل ان السمك ما يباتش عندنا في اكتر من يوم، هو يوم واحد خلاص بنجيب الكميات على قد الشغل، فبالتالي اللي بياخد السمك وبياكل الاسماك هيستطعم هيحس بالتست تبع السمك. تاني حاجة يعني الشكل الحلو، النظافة، الاهتمام بالنظافة زي ما حضرتك مثلا شفت في المطبخ جوه، الشباب ازاي لابسين معقمين، المطبخ ازاي نظيف، الأمور دي كلها مهمة جدا بالنسبة لنا وبالنسبة للعملاء وبالنسبة كنظام البلد أصلا، يعني نظام البلد لازم يكون بالمستوى العالي ده. طيب انتوا كمطعم طرح البحر، احنا سامعين او بنشوف كتير من الفيروسات الحين منتشره، انتوا كمطعم ايه الاجراءات الوقائيه كامن وسلامه بتتبعوها داخل المطعم عشان نضمن الساده المشاهدين بالمنتج بتاعكم وبالمكان وكل حاجه؟ والله يا فندم هو احنا يعني اتباعا لتوجيهات الدوله طبعا واتباعا للجهات المختصه، يعني احنا عندنا بنحاول نعمل اعلى معايير يعني الامن والسلامه، فان مثلا طبعا كل الشباب بيجوا معقمين لابسين ادوات السلامه من الجلافز من الكمامات تغطيه الشعر، الامور دي كلها زي ما حضرتك شفت امور على اعلى ما يكون المكان دائما، يعني تقريبا في ناس معينه بس لتنظيف المكان وتعقيم المكان، ما في حاجه مثلا بتتمسك بالايد المجرده، الامور دي كلها يعني على اعلى مستوى الحمد لله عندنا. احنا لاحظنا وشفنا كده، عشان كده برضو بنطمن الساده المشاهدين كمطعم طرح البحر بجد كتير مميز في خدمه التعقيم في خدمه النظافه، وبعدين شفنا كمان ان انتوا عندكم متخصصين في موضوع الدليفري، يعني ممكن انتوا تودوا الاكل لاي حته داخل دوله الامارات. بالظبط بالظبط، احنا عندنا التوصيل داخل الشارقه خارج الشارقه، احنا حتى وصلنا زي ما قلت لحضرتك قبل البرنامج وصلنا يعني صواني للولائم والعزايم وصلناها مدينه العيد عندكم، فده شيء ان شاء الله توصيل لاي مكان متاح يعني ان شاء الله. لكم التوفيق سيد شادي. طيب سيد شادي، ايه الخطط المستقبليه اللي انتم شايفينها لتطوير العمل الفتره القادمه؟ والله ان شاء الله احنا عندنا خطه ان احنا نبدا يعني نفتح فروع، ده كانت مع البدايه مباشره، دي كانت تبقى بدايه في الشارقه، بعد كده الخطة الجاية إن شاء الله، وبالفعل يعني إحنا عندنا كذا مكان كده إحنا مركزين عليه إن إحنا ناخد فيه حاليا إن شاء الله الفترة اللي جاية، وعندنا في كل الإمارات إن شاء الله فروع. احنا كبرنامج رواد النجاح
النجاح بنقول لكم ان دي بدايه النجاح ان شاء الله وكده في استثمار ده في الدوله الامارات وخارج الدوله ان شاء الله. طيب اكيد قصه نجاح كبيره ومميزه زي دي كان ليك شركاء وداعمين للنجاح؟ اكيد طبعا، واحنا طبعا لا ننسى فضل دوله الامارات علينا وعلى اي حد بيجي يبدا مشروع او يجي يشتغل في دوله الامارات. دوله الامارات بتوفر يعني البيئه الناجحه لاي حد يقدر ينجح فيها بسهوله، فمجرد ما تدخل تبدا عمل تبدا بيزنس لحالك يعني تلاقي كل حاجه ميسره، الدوله ميسره لك الامور، يعني الامور كلها متاحه، الامكانيات عاليه جدا. فده شيء طبعا اول حاجه الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى لدوله الامارات وحكامها والقائمين عليها، يعني الله يحفظهم شيوخنا ويعني يسيرون على نهج الشيخ زايد الله يرحمه. فده طبعا اول شيء. يعني تاني حاجه طبعا اصدقائي واهلي وزوجتي طبعا لا ننساها، يعني الامور دي كلها كان عندي كتير شركاء ومعانا شركائنا اصلا اصدقائنا اللي معانا في نفس المجال المهندس محمد واصدقائنا، يعني فطبعا لا ننسى حد، مش عاوز انسى حد وحد يزعل، والعاملين طبعا الشيف والعاملين كلهم يعني كل الناس شركاء في النجاح. يعني طيب طالما احنا رحنا لموضوع الشيف والعاملين، فينا نسال حضرتك اخر سؤال، انت على اي اساس بتختار الكفاءات اللي بتشتغل في المطعم من شيف من ستاف من كل حاجه؟ والله احنا جينا قبل ما نبدا الافتتاح كان عندنا اكتر من اختيار، وجينا عملنا يعني زي تجارب للاكل كده، كل شيف بيعمل لنا حاجه معينه واحنا كمجموعه كنا بنقعد نقيم الامور. فقيمنا شيفات كتير حاولوا ان هم يقدموا حاجه، ولكن استقرينا على ناس معينه حسينا ان اكلهم اول حاجه نظافتهم في الشغل، تاني حاجه يعني استخدامهم ازاي بيستخدموا الامكانيات بتاعتهم في ان هم يطلعوا حاجه كويسه، الشكل كويس الطعم كويس، واستقرينا على 2 شيفات وهم الحمد لله يعني مشرفينا الحمد لله ومبيضين وشنا يعني الحمد لله، وفعلا باين من الاكل ومن سمعه المطعم الخير. طيب في نهايه برنامجنا سيد شادي هودي لحضرتك كلمه، رساله شكر، رساله دعم، اي حد شخص كنت عايز توجه له رساله شكر من خلال برنامجنا ممكن توجه له. احنا بنوجه طبعا الشكر بعد الله سبحانه وتعالى لشيوخنا، شيوخنا الله يحفظهم ويبارك فيهم، اللي ميسرين امورنا كلها وميسرين فاتحين بيئه الاستثمار وبيئه يعني حريه انك تعمل بيزنس، مش بس للمواطنين، للوافدين، لاي حد بيجي الابواب مفتوحه الحمد لله رب العالمين. ربنا يديم على هذا البلد الامن والامان، ظل دايما يعني تجربه تدرس في جميع انحاء العالم، يعني دوله الامارات. في نهايه حلقتنا احنا بنشكر حضرتك جدا سيد شادي، كان معنا استاذ شادي فوزي من داخل مطعم طارق البحر للمأكولات البحريه. شكرا لك يا مرحبا يا فندم، شرفتونا واسعدتونا بحضوركم يا فندم. في نهايه حلقتنا اعزائي المشاهدين نشكركم على حسن المتابعه وانتظرونا في حلقه جديده من برنامجكم هو ده النجاح، دمتم في امان.